واروح مع حضراتكم لمتابعه تطورات مناوره حسم. الحقيقه دي المناوره مناوره حسم 2020 اللي بتقوم بيها قواتنا المسلحه المصريه على الحدود الغربيه، واللي بنشوف من خلالها وبنتابع قد ايه جاهزيه القوات المسلحه المصريه وقد ايه القدره القتاليه العاليه. كمان تابعنا استخدام اسلحه متطوره، وزي ما بنعيد وبنكرر دايما انه ما نراه هو جزء من الكل وليس الكل. هذه القدرات المتطورة اللي الحقيقة بتقدر تصيب الأهداف بدقة عالية جدا ونجاح. الجيش المصري العظيم بيأكد قدراته الكبيرة، وهنا رسالة لأهل مصر، هي في البداية رسالة لكل المصريين. هو الجيش الأقوى في المنطقة والمصنف التاسع على مستوى العالم من حيث القوة وعلى مستوى جيوش العالم كلها. احنا النهارده هنتكلم مع ضيفنا الكريم اللي بينضم الينا عبر سكايب، سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. هنتابع معاه ونشوف تفاصيل اكتر ربما تتضح لينا كمصريين خلال هذه المناوره حسم 2020. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا بيك. في البداية أنا عايزة أعرف تعقيب حضرتك على هذا التطور اللي احنا بنشوفه أو الملموس أمامنا أو ما يتم استعراضه من قدرات وقوات القوات المسلحة المصرية في استخدام هذا التنوع الهائل من الأسلحة وهو المسموح المعروض به أمامنا زي ما ذكرت. والحقيقة أنا مش عايز أفصل المناورة حسم 2020 عن المناورات اللي قبلها، عن قادر 2020 وعن كل المناورات اللي شفناها. المناورات بهذا الحجم بتبين ان في منظومه تدريب محترفه داخل القوات المسلحه المصريه. مش ممكن ابدا القوات المسلحه توصل لهذا الحجم من المناورات والفتح الاستراتيجي اللي بيعني نقل قوات باعداد كبيره وكميات كبيره الى احد الاتجاهات الاستراتيجيه، او فكان قادر 2020 لكل الاتجاهات الاستراتيجيه، الا ما يكون قبليه منظومه محترفه جدا من التدريب بدايه من الفرد المقاتل وتدرجت الى ان تصل الى هذا الحجم من المناورات. فده الحقيقه اي عين عندها قدر ولو بسيط من الخبره العسكريه تعي ان في منظومه محترفه من التدريب داخل قوات المسلحه المصريه. بالنسبه لحسم 2020 وهي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، المناوره دي الحقيقه يعني تميزت بنقاط عديده جدا من نقاط القوه. ويعني انا مش هقدر اقولها كلها، لكن انا هركز على جزء يمكن حضراتكم بتعرضوه دلوقتي، ودي مرحلة من مراحل المناورة اللي أعلن عنها من يومين. هذه المرحلة بتتضمن عملية بر مائية. عمليات البر مائية هي ارتحال من البحر إلى الأرض، وهي من العمليات المعقدة لأن فيها نقل قوات على السفن والمثرال وكل الوسائط البحرية اللي هتنقل هذه القوات وأسلحتها وتأثيرها وتأمينها الإداري، وبعدين هتنقلهم إلى مكان العمليات. النقل والإبحار ده عايز تأمين عالي جدا، وبالتالي شفنا التأمين ضد العدائيات التقليدية وغير التقليدية، يعني شفنا تأمين ضد الغواصات وضد القوات الجوية المعادية وضد طبعا البحرية المعادية. النقطة المهمة جدا في عمليات التأمين كان ضد العدائيات التقليدية اللي أنا قلتها اللي هي الجيوش التقليدية، أو ضد عمليات إرهابية زي الانشاءات إرهابية لما بنشوف في اليمن وفي الخليج العربي، ايضا عدائيات غير تقليديه وايضا تقليديه على الارض. فالنوع ده من العمليات البرمائيه لجواز نوعين من العدائيات ممتزجين ببعض يبقى نوع معقد جدا، لانه هو الحقيقه كل نوع من العدائيات دي ليها اسلوب في القتال مختلف، ليها انواع معينه من الذخائر، ليها عمليات تنسيق معينه. فالمزج بين العدائيات التقليديه وغير التقليديه كان سمه واضحه جدا من سمات هذه المرحلة من المناورة. طبعا المناورة بالذخيرة الحية، فشفنا كل أنواع الأسلحة بتستخدم الذخيرة الحية بما فيهم الغواصات. شفنا صواريخ بتطلق زي الهاكون مثلا من كذا منصة، سواء من الغواصات أو من سفن السطح. وهذا التدريب المناورة العالية جدا بالذخيرة الحية بتماثل العمليات الحقيقية. فطبعا عايز أقول برضو من الذخيرة الحية مش بس مقذوف ويطلق او طلقه بيتم اطلاقها من طائره او دبابه او دفاع جوي،
الذاكره الحيه ليها مراحل كثيره جدا من عمليه التامين وفك التامين عشان تركب في منصه الاطلاق. ايضا ليها عدد كبير جدا من الحسابات، حسابات تتعلق بالهدف اللي هيتضرب اذا كان ثابت او متحرك وطبيعه الارض على الهدف ومدى كونه، حسابات ايضا خاصه بالطقس درجه الحراره والرطوبه وخلافه، حسابات خاصه بالمقذوف نفسه، حسابات خاصه بمنصه الاطلاق سواء طياره او قطعه بحريه او دبابه او مدرعه على الارض. كل هذه الحسابات الحقيقه لما يتدرب عليها المقاتل بشكل محترف وبصوره عمليه ويطلع في النهايه المقذوف اللي هيطلع في الهدف، الحقيقه ده كان نقطه جديده في المناوره. بعض الاهداف الحقيقه كانت اهداف يعني تقريبا تماثل الحقيقه، زي دي سفينه كانت متقدمه وتم وضعها في البحر وتم ضربها فعلا، فطبعا المحاكاه الحقيقيه لمسرح العمليات كانت سمه واضحه جدا من سمات المناوره عموما. وهذه المرحله انت بركز شويه على العمليه البرلمانيه انها من العمليات المعقده جدا في ظل وجود تقليديه وغير تقليديه في البحر وعلى الارض اللي هيقتحموا عليها كمان. خليني اسال حضرتك، ومن واقع خبرتك زي ما حضرتك كنت بتتحدث على تنوع الاسلحه اللي هو اشراك كل انواع الاسلحه تقريبا من جويه لبحريه لقوات خاصه في مناوره واحده، هل ده اجراء معمول بيه دائما في القوات المسلحه المصريه، ولا ده ربما هو ما تم اتخاذه او نتيجه للمتغيرات الاقليميه اللي بتطرق على الساحه حاليا؟ لا لا، ده طريقه التدريب في القوات المسلحه المصريه، هي المعركة معركة أسلحة مشتركة، فدايما هتلاقي التدريب تشترك فيه جميع الأسلحة سواء القوات البرية بكل تخصصاتها المشاة المدرعات وكل التخصصات الأخرى من المدفعية وكل الحرب الإلكترونية الحرب الكيميائية وكل التخصصات، أيضا الأفرع الرئيسية القوات البحرية الجوية الدفاع الجوي، وكلهم مع بعض بيشتركوا في التدريب ويشتركوا أيضا في الحرب. وده بيبين ان مش ممكن ابدا قوات تشترك مع بعضها، لان حجم التنسيقات بين القوات دي عالي جدا. مش ممكن ابدا قوات تشترك مع بعض بالذخيره الحيه، وحجم التنسيقات اللي احنا شايفينه في عمليه بر مائيه معقده بتواجه عمليات تقليديه وغير تقليديه ممتزجه مع بعض في البحر وعلى الارض، مش ممكن يتم الوصول الى هذا المستوى الا بمنظومه تدريب محترفه راعت ايضا اثناء تدريبها في مراحله المختلفه ان يكون التدريب مشترك ما بين كل عناصر الاسلحه، وهي في النهايه معركه اسلحه مشتركه. تمام. فيما يتعلق بقى يا فندم بعمليات الانزال اللي تمت لقوات الصاعقه في هذه المناوره، يعني ربما ممكن المواطن المصري العادي يعني بكل تاكيد ما عندناش هذه الخبره عشان نبص لدلالات هذه العمليه على وجه التحديد. طبعا هو القوات الخاصه من ارقى القوات في التدريب، واشترك من القوات الخاصه قوات الصاعقه، قوات المظلات، وقوات الصاعقه البحريه، يعني في ثلاث انواع من القوات الخاصه اشتركوا. القوات الخاصه دي في منتهى الاهميه لانها هي اللي بتامن المكان اللي هيتم فيه الانزال. الانزال انا دافع، عشان كده قلت لحضرتك انا المناوره ويمكن العمليه البرمائيه والمناوره عموما بتتم في فرض ان في عمليات غير تقليديه وغير تقليديه، يعني في جيش نظام هيحاربني وفي ارهاب ايضا هيحاربني. فبالتالي انا عشان انزل قوات بحجم كبير على الشاطئ لازم امن هذا الشاطئ الاول، فبيتم تامينه بصوره كامله من القوات الخاصه سواء قوات المظلات او قوات الصاعقه او الصاعقه البحريه، ايضا التامين اثناء عمليه الابحار والاقتراب من الشاطئ. كل التأمينات دي في منتهى الأهمية عشان أقدر أنزل القوة الرئيسية على الشاطئ وتقوم بمهمتها الرئيسية في اقتحام الأهداف اللي أو تطهيرها لتلك عمليات إرهابية أو مواجهة عمليات تقليدية على الأرض. العملية الحقيقة والله يعني أنا مش بجامل ولا ببالغ، هذه العملية ده أنا بتكلم على عملية واحدة من مجمل العمليات بالكامل اللي شفناها في المناورة حسم 2020. هذه العملية يعني فخر أي مصري وأي عربي، وأنت حضرتك شايفين بتعرضوا دلوقتي القطعة البحرية اللي تم ضربها، وده يعني محاكاة حقيقية للعمليات الموجودة بالذخيرة الحية، مستوى راقي جدا من الأداء.
لو احنا فندم رجعنا لهذه المناوره والاستعراض او اللي تم او استعراض المهارات القتاليه من القوات الجويه، يعني بواقع يعني خبره حضرتك ان احنا بنتابع طيارتين مثلا مع بعض، يمكن مشاهد من القوى القتاليه العسكريه احنا ما شفناهاش في واقع الامر او ما كناش نعرفها عن قرب زي ما شفناها في هذه المناوره. والله حضرتك لمست نقطة مهمة قوي. طبعا التصوير والكاميرات اللي لما بتصور جزء من المناورة هي بتصور جزء من المشهد، لأن المشهد بالكامل من الصعب جدا إنه يتم تصويره بكاميرا واحدة أو بعدة كاميرات. المشهد بالكامل سواء المشهد على الأرض لأنه هو مساحة كبيرة جدا، قوات متعددة، المشهد من البحر طبعا المشهد مهيب زي ما بيقولوا، الموقف الجوي والمشهد الجوي كبير جدا، فمن الصعب جدا ان انا اجيب كل الطيارات وكل الموقف الجوي، خاصه ان حركه الطيارات سريعه جدا، فمن الصعب ان انا اجيب المشهد بالكامل. لكن القوات الجويه هي عنصر وفرع رئيسي من افرع القوات المسلحه، بتشتغل بالتنسيق العالي جدا مع باقي الافرع الرئيسيه والقوات. مهمتها طبعا حمايه القوات اثناء الاحراق من العدو الجوي، حمايه القوات من العدو البري لو في معاه ارتفاع جوي، وايضا المساعده النيرانيه للقوات سواء وهي في البحر او على البر مع استمرار الحمايه، يعني هي مهمتين، استمرار الحمايه وايضا تقديم الدعم النيراني سواء ليها على البحر او على الارض، واستمرار هذا الدعم باستمرار، ايضا بتقوم بعمليات البحث والانقاذ. ما هو يعني نتكلم بصراحه ان ممكن يبقى في بعض المواقف الطارئه وانا عايز انقذ طاقم، سواء طاقم قطعه بحريه او اثناء الابرار او حتى لو طاقم طائره كان في البحر او على الارض. هذا دي نقط مهمه جدا، الامداد ايضا بمعدات ووسائل الاعاشه والتامين الاداري لو العمليه دي طولت، طبعا مهمه القوات الجويه تشتغل بتنسيق عالي جدا مع كل القوات، ويمكن شفنا هنا المسترال والطائرات والهليكوبترات بتقع من على المسترال، دي برضو الحقيقه خبرات عاليه جدا في موقف عملياتي يماثل تماما العمليات الحقيقيه. من ضمن يا فندم العمليات اللي اتنفذت في هذه المناورة هي مواجهة العناصر من المرتزقة وهي العناصر الغير نظامية، القضاء عليهم بنجاح، هذه الرسول يعني هذه الصورة الواضحة للمرتزقة أو الميليشيات المسلحة الغير نظامية وهذه يعني القوة الرادعة في مواجهة أي محاولة تسلل لمصر عبر الحدود الغربية. الحقيقه القوات المسلحه المصريه عموما وعلى وجه الخصوص في المناوره ديت وفي كل مناوره حاطه قدامها نوعين من العبئيات. النوع الاولاني مواجهه جيوش نظاميه. جيوش نظاميه يعني جاي بقوات بحريه واضحه، عنده غواصات، عنده قطعه بحريه فيها تسليح عالي جدا، ايضا مصاحب بها طائرات القتال على اختلاف انواعها. جايب قوات بريه على الارض سواء مدرعات او مركبات مدرعه او خلافه، كل دي اسمها العدائيات التقليديه اللي هي تخص جيوش نظاميه. العدائيات برضه غير التقليديه اللي هي الارهاب اللي حتى فضلتي، والارهاب هنا في ليبيا على وجه الخصوص ارهاب مختلف عن اي حته في العالم، لان الارهاب اللي في ليبيا ارهاب بتنقله دوله وبترعاه دوله وبتدي له معلومات وبتقدم له دعم نيراني كمان، يعني هي بتطلع طيارات وخاصه بتطلع بدون طيار تضرب له اي عدائيات قدامه، فالارهاب بيتحرك موجه وايضا في حمايه قوه جويه، والارهاب هنا مختلف عن اي ارهاب موجود في الاقليم خاصه الموجود في ليبيا. امتزاج العدائيات دي مع بعض هو ده اللي بتتدرب عليه القوات المسلحه المصريه في كل مناوراتها وخاصه في حسم 2020، وده اعقد نوع من انواع العدائيات، ان انا واجه الاثنين مع بعض، العدائيات التقليديه الجيوش النظاميه ومعاها في نفس الوقت الارهاب المسلح الذي ترعاه دوله، وبحط خطوط كثيره جدا تحت ارهاب ترعاه دوله، لان هو بيتحرك تحركات محترفه معاه معلومات معاه دعم نيراني، فهذا اعقد موقف عملياتي ممكن تواجهه قوات مسلحه، واكثر عدائيات من حيث التعقيد تواجهه ايضا قوات مسلحه، فده التدريب الراقي، وبكرر تاني والله فخر لاي مصري واي عربي ان قوات مسلحه مصريه عربيه تصل الى هذا المستوى من الاحتراف والعلم العسكري الراقي.
ربنا يا رب يحفظهم. طب هرجع لحضرتك يا فندم واسالك في ضوء ما هو مسموح به ان حضرتك تستعرضه معانا، هذا التنوع الكبير اللي احنا شفناه من الاسلحه الجديده والتطور في الاسلحه اللي بيستخدمها القوات المسلحه المصريه في مختلف يعني الفئات، انه اختيار كل قطعه او اختيار كل اضافه سواء احنا بنتكلم للقوات الجويه او البحريه او ما الى ذلك، انه هذا الاختيار انه بتنسيق شديد وعالي جدا، وكل جزء تم زيادته هو الاحتياج محدد او الاستخدام محدد، وليس تسليح من اجل التسليح فقط يعني، او زياده القدرات او الاسلحه المستخدمه. والله حضرتك لمستي نقطة وسؤال الحقيقة أنا بشكر حضرتك عليه، لأن هو التسليح ده بهذا الشكل والتحديث العالي للقوات المسلحة بدأ بعد ثورة 30/6، ثورة 30/6 زي ما أنقذت مصر، فهي أيضا في استراتيجية واضحة المعالم لتحديث القوات المسلحة المصرية بدأت بعد 30/6، وتم فيها مراعاة العدائيات الحالية ساعتها مستقبليه. وكان بتسال في هذا الوقت ليه المستوى قطعه بحريه ضخمه وسعرها غالي، طب الرسائل بطائرات والميك 29 وخلافه، وكان في تساؤلات، وكان الاعلام المضاد بيحاول الحقيقه يلعب على هذه النقطه ويشكك المصريين ليه كم التسليح ده. بالظبط. فوضح دلوقتي ليه هذا التسليح، هذا التسليح بيمكننا من ان احنا نواجه عدائيات على مسافات كبيره خارج حدود الدوله، وايضا يستمر في البحر أزمنة طويلة. ونقطة القوة في المناورة دي إن كل التسليح الحديث اللي دخل مؤخرا القوات المسلحة اشترك في المناورات سواء حسم 2020 أو قدر 2020، وده وضع مش طبيعي في أي قوات مسلحة. أي قوات مسلحة التسليح لما بيخش بيقعد سنوات عبال ما يتم استكمال التدريب عليه والوصول إلى درجة عالية إنه يشترك في خطة عمليات بالذاكرة الحية، لكن هنا المقاتل المصري استيعابه عالي جدا للتكنولوجيا، فدخل كل التسليح الجديد خطة العمليات بصورة عالية جدا. شايفين ترى اللي قدام حضرتك دي الكامو في طائرة أو هليكوبتر هجومي، شفنا برضو الميج 29 والرافال، شفنا المسترال، شفنا الفرقاطة الجو ويند، شفنا أيضا التسليح على الأرض على اختلاف أنواعه وأشكاله. فدي نقطة قوة جدا، التسليح الحديث كله دخل خطة العمليات، واي عين عسكريه عندها قدر ولو بسيط من الخبره تعي ذلك بشكل عالي جدا. وده على فكره اللي كان بيبرر نتعاقد مع تسليح من شركه او من دوله، بدهولنا بسرعه لانه عارفين تماما ان السلاح قيمته بتزيد في يد المقاتل المصري. هو ده اللي يخليني برضو استمد من كلام حضرتك ونتعمق في هذه الجزئيه، وهي المهارات والقدرات القتاليه للمجند المصري ومدى الاستيعاب اللي حضرتك بتتكلم عنه بشكل سريع. ربما يعني بعض الاسلحه اللي احنا بنشاهدها او المتعارف عليها انها بتاخد وقت طويل في التدريب عقبال ما تقدر تنفذ بيها عملية حقيقية، وهنا ده سر بقى عظمة أو قدرات الجندي المصري في استخدام مهاراته حتى. صحيح، يعني حضرتك ندي مثال مثلا نجاوب عملية المسترال، وهي قطعة أول مرة تخش المنطقة بالكامل. طقم المسترال لما راح يستلمها ويتدرب عليها هو اللي أبحر بيها، وهم راجعين لما دخلوا المياه الإقليمية عملوا تدريب في المياه الإقليمية. ايضا الغواصه ال 209 طاقم برضه استلمها وهو اللي ابحر بيها، وهو برضه هم راجعين عملوا تدريب. الطائرات الرافال طيارين جايين طيارين بيها من فرنسا وخدوها في اشهر معدوده على صوابع الايد الواحده. في دول يا فندم راحوا يعني يتعاقدوا على الرافال، دول من دول المنطقه، والطيارين والاطقم الفنيه قعدوا اكثر من سنه، وفي الاخر الشركه رفضت تديها لهم لان ده سمعه شركه وسمعه طائره، ومشي من غير ما يسموها، لان عارف حضرتك هذه الشركات لها سمعه عاليه جدا، واي حوادث او مشاكل في هذه الطائره نتيجه التشغيل بيبقى في سمعه الشركه ايضا مضر بيها. المقاتل المصري الحقيقه استيعابه للتكنولوجيا عالي جدا، وده بصوره عمليه كل الطائرات اللي دخلت الخدمه مؤخرا هي اللي شايفينها بتشترك في العمليه مناوره حتم 2020 وبالذخيره الحيه وبكم كبير واعداد كبيره.
وقبلها المناوره قدر 2020، انا مش عايز افصل المناورات عن بعضها، فبالتالي الموضوع مستمر. وانا شايف ان الحقيقه يعني ما المقاتل ده فن من مربوط ام مصريه اصيله برضه، وابن مصر طبعا يعني ما دمع اساس للشعب المصري. طبعا انا بشكرك جدا، وانا شايفه انه دي يعني من اجمل الاشياء اللي انا اختم بيها لقائي مع حضرتك، وهو انه قد ايه بجد قدراتنا وقدرات المجند المصري، القدرات القتاليه والاستيعابيه، على انه يعني هي الفكره مش في السلاح، ولكن الفكره في من يقود هذا السلاح او ازاي هو يقدر يستخدمه. كل الشكر لسياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، بشكر حضرتك على وجودك معانا، بشكرك على هذا التوضيح، وشيء فعلا زي ما حضرتك بتقول يدعو لي الفخر ان احنا كلنا نكون فخورين كمصريين بجيشنا واللي بيحصل قدامنا. وزي ما سيادة اللواء كان بيوضح معانا انه ممكن دول كتير يكون عندها القدرة المالية انها تشتري أسلحة متطورة بكتير، بس مين اللي يقدر يستخدم السلاح زي ما الجندي المصري بيقدر يستوعبه ويستخدمه ويتعامل معاه في وقت قياسي جدا. ربنا يا رب يحفظ قواتنا المسلحة المصرية يا رب يا رب ان شاء الله، ويسدد خطاهم باذن الله. هستاذن حضراتكم نروح لفاصل، بعدها نرجع نكمل.